خرجنا اليوم للمشاركة في عيد العمال فاتح ماي إلى جانب الشغيلة الجماعية وإلى جانب العمال وعاملات وموظفي وموظفات مختلف القطاعات العمومية والشبه العمومية والخاصة هنا بمدينة طنجة. خروجنا هنا من أجل يعني التعبير عن غضبنا ومن أجل إيصال رسالتنا إلى المسؤولين فيما يخص جميع المواضيع والقضايا التي نناضل من أجلها. نحن كموظفي الجماعة المحلية وكحاملي الشهادات من داخل هذه الجماعة المحلية لنا مطالبنا الخاصة التي تميزنا كقطاع يعني من داخل الوظيفة العمومية، ويعني هي تتقاطع من جهة مع مطالب ومع قضايا الوظيفة العمومية في قطاعات أخرى وتنفرد من جهات أخرى بخصوصيتها. نحن كحاملي الشهادات عندنا يعني المطلب ديالنا الأساسي اللي هو تسوية الوضعية ديال جميع حاملي الشهادات بمختلف فئاتهم ودرجاتهم في إطار السلاليم يعني التي تناسب شهاداتهم وبأثر رجعي إداري ومالي يعني سواء بباقي القطاعات الأخرى، لان كنشوفوا مجموعه من القطاعات التي كتقوم بتسويه الوضعيه ديال الموظفين ديالها واللي كتحترم يعني الشواهد الحاصلين عليها، الشواهد الجامعيه والشواهد الخاصه بهم يعني الحاصلين عليها من مختلف المعاهد العموميه العليا للدوله، وكتسوي لهم الوضعيه ديالهم في اطار يعني ما يناسب هذه الشواهد هذه، في حين ان موظفي الجماعه الترابيه يعني محرومون من هذا الحق ومحرومين من هذا المكتسب الذي هو عند القطاعات العموميه الاخرى. فنحن في اطار التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات نقوم بمجموعة من الاحتجاجات سواء المحلية أو إقليمية أو جهوية وأيضا وطنية من أجل يعني التعبير عن هذا المطلب هذا وإيصال هذه الرسالة هذه كما قلت للمسؤولين من أجل يعني تحقيق هذا الهدف هذا وهو يعني تسوية هذه الوضعية، وذلك في إطار ظهير 63. كذلك يعني نضالنا يعني لا ينفصل ايضا عن نضال الشغيلة الجماعي والموظفين الجماعيين بالجماعه الترابيه في اطار المطالب الاخرى التي تخص يعني وضعيتهم يعني الاداريه فيما يتخص يعني مكاسب. دابا حنا مقبلين على التقاعد وتجربة يعني طويلة في النضال من أجل تحقيق المكتسبات اللي هي ماشي سهلة بقدر ما هي يعني نضال طويل وشاق من أجل تحقيق المكاسب اللي حنا عايشين فيها. وهذه المكاسب حاليا كتخضع لواحد الإجهاز كبير، واحد المخطط ديال التصفية ديال مجموعة المكتسبات على رأسها القضية ديال تسوية الوضعية لحاملي الشهادات، مسألة ديال الأنظمة ديال التقاعد، مسألة ديال الأنظمة ديال الحماية الاجتماعية إلى غير ذلك، بالإضافة إلى مجموعة القوانين الأخرى اللي كتضرب الصميم ديال حرية العمل النقابي بما فيه قانون الإضراب، قانون ديال النقابات إلى غير ذلك. فالنضال ديالنا كيجي في هذا السياق، أن الفاتح ماي ديال السنة كيجي في هذا السياق هذا ديال المواجهة ديال كل المخططات اللي الدولة كتهجم على الوظيفة العمومية بشكل عام، لأن ما بغاتش يبقى شي حاجة كتسمى الوظيفة العمومية، وإنما يعني كاين استراتيجية ديال الدولة من أجل ضرب هذا القطاع كامل، هذه الوظيفة كاملة والوظيفة اللي هي أساسية ومكسب ديال الشعب المغربي وماشي خاضعين يعني للقانون سميتو الاجراءات والاملاءات ديال المؤسسه الدوليه اللي بغات تضرب هذا المكسب اللي مهم. وبالتالي فحنايا من طبيعه الحال جزء من الطبقه العامله، حنا جزء من النضالات العماليه اللي كناضلوا على مستوى يعني جميع لتحقيق جميع المكتسبات والحفاظ على المكتسبات. اهم شيء حاليا في اطار المخطط هو الحفاظ على المكتسبات اكثر من يعني تحقيق المكاسب اخرى. بالنسبه احنا وفي نفس الوقت كنرفضوا اي مساومه باي زياده شكليه لا تحقق ادنى يعني في ظل الشروط ديال الهجوم على المكتسبات، القدره الشرائيه اللي هي ضعيفه جدا، الاسعار، غلاء المعيشه الى غير ذلك. فالوضع يعني واخا هذاك حنايا بغض النظر على ان الوضعيه صعبه
ولكن لا يمكن القبول بزيادات شكليه بسيطه، يعني ما غاديش تحقق شي حاجه للاسره ديال العامل والموظف من اجل اني المساومه على تمرير مخططات اخرى بالاصلاح ديال نظام التقاعد وديال وفي نفس الوقت باين مستقبلا كاين مخطط ديال الكنوبس الى غير ذلك باش يتجمع الاخر ويتسمى يعني في اطار تنظيم ما يسمى بتوحيد المؤسسات ديال الحمايه الاجتماعيه. في هذا الاطار هذا القضيه ديال التوحيد ديال المؤسسات الرعايه الاجتماعيه هي واحد الحق يراد به باطل. علاش؟ لان الازمه ديال الصناديق هي الازمه ديال الدوله بيدها، لان الموظفين والعمال ما عندهم حتى شي مشكل يعني في الوضعيه الماليه. الاهم من ذلك هو ان الهدف الرئيسي من العمليه ديال هذا الاصلاح ديال المؤسسات هي ضرب المبدا الاساسي ديال العمال، هو مبدا ديال التضامن. حنايا كنخرطوا في اطار منظمات عماليه تضامنيه.